بسم الله الحمد لله ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لنا في ليلتنا اجمعين، اللهم اعتق رقابنا الليله يا رب، اللهم اعتق رقابنا الليله يا رب العالمين، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا ومن احبنا فيك وحبناهم فيك ومن عملنا حرف ابتغاء وجهك العظيم. اللهم لا تصب هذا المجلس الا بقلب مغفور يا رب وبقلب مسكون وبتجاره تنتمون وان تجمعنا في الجنه مع سيدنا الرسول. اللهم لا تعطي صاحب حاجه من المسجد الا يسرت امره، اللهم اعطي كل عبد مرضا صالحا يا رب، اللهم ارزقهم يا رب، اللهم وفقهم يا رب، اللهم ارزقهم من لدنك يا اكرم الاكرمين، اللهم وفق طلاب الثانويه العامه، اللهم وفقهم يا رب العالمين، اللهم خذ بايديهم يا اكرم الاكرمين، فانت حسبنا ونعم الوكيل مع رسول الله كما حصل على رسول الله. نعم الليله نشهد بشهاده التاج، بس صليت مع رسول الله يا رب اجمعنا مع النبي محمد، اسمع مع النبي محمد من الاحاديث التي رويت في فضل الصيام، صليت مع رسول الله او الاعمال التي تجرى في الصيام من اعلامها واشرفها حتى ربط ربي بينها وبين الصيام، فقال النبي محمد: الصيام والقران يشفعان. صليت مع رسول الله فانت الان صائم فلا تحرم نفسك من الباب الاخر، صليت مع رسول الله، اسمع: الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه. يقول الصيام هيتكلم عنه. هل صليت مع رسول الله؟ اسمع شيء بعد الصلاه على رسول الله، الصيام يصبح له لسان ويتكلم بين يدي الكبير المتعال محاج عنه، اي يعد عنك او انه يتحدث عنك يوم ان قال الله تبارك وتعالى: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. يتكلم عنك متكلم، يدافع عنك محامي، الان قد يدافع عنك محامي بالحق او بالباطل شتات. صليت مع رسول الله؟ صليت على النبي محمد؟ نعم. وكم من قضيه هي خسرانه، بل المتهم يعلم انه متهم. يجي المحامي يقول له: سيبك من الموضوع ده، عندنا اللي صليت مع رسول الله. لاجل ذلك يوما في يوم القيامه لن يتكلم متكلم الا بالحق. قال الملك جل جلاله: بس صل على رسول الله، والله لن ينفع في ليله الرابعه الصلاه على رسول الله. اسمع حبيبي صلى الله عليه وسلم، يا رب اجمعنا مع النبي محمد. قال مولانا جل جلاله ايها العباد: يا رب اجمعنا مع سيدنا رسول الله. إلا من أذن له الرحمن وقال صلابة. مفيش صلابة هناك، مفيش كلمة صفرة هناك ولا تحكي على مش عارف صفرة، لا، هناك الكلام كله كلام حق، كلام صدق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون. يوم أن ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ لله. مفيش حد هيتكلم، انما المتكلم هو المتكلم فقط جل جلاله، هو الذي يرد على نفسه، لان خلاص لا يوزن من احد الكلام. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هل صليت على رسول الله؟ فاذا بربي يسخر لك من الاعمال لتدافع عنه. اللهم اجعل لي هؤلاء يا رب. فيتكلم الصيام، اي رب؟ الصيام يكون ذلك الصيام الذي ربما تضيع عنه ثلث اليوم او نصف اليوم، ربما تصوم عن الطعام والشراب ولسانك في غير مرضات لا شفاه، ربما تصوم عن الطعام والشراب ولكن سمعك شفاه، عينيك كذلك، قلبك ربما يهوى. هل صليت على رسول الله؟ نعم. يقول الصيام: في ربي منعته الشهوه والطعام، الشهوه والطعام نتكلم عنه، والشهوه تشمل كل ما يشتهى. صليت مع رسول الله؟ ربي شفعني فيه، فيقول لك ذلك: اللهم اجعلني من هؤلاء. اسمع، ثم يتكلم القران. القران يا امه، القران، القران شرفكم. عارف لما انت تقول لواحد يا عديم ايه؟ اوعى تقول احنا في المسجد.
سوره فصلت. يقول الملك جل جلاله للنبي، يقول للنبي محمد: وانه لذكر لك ولقومك. قال ابن عباس: اي وانه لشرف لك ولامتك صليت مع رسول الله. اللهم انا نسالك ان تشرفنا بالقران يا رب. صليت مع سيدنا رسول الله بالقران، بالقران حبيبي. فاذا بالقران يتكلم، يتكلم القران. ماذا يقول القران؟ يقول: اي ربي منعته النوم بالليل والنهار، تشكر على طول الليل والنهار. وربما بعض منا ما لا يفتح المصحف الا في رمضان، صح ولا غلط؟ والقران يشكو حاله الى الله. يا جماعه، في دعوه قد اقيمت على امه النبي محمد، لا اسمعها بالراحه. هناك دعوه قد اقيمت ضدنا، ليست هي احباب اخوان في الله من محامي ولا من شخص عادي ولا من النائب العام ولا من غير ذلك، انما الذي اقامها هو النبي محمد. رفع ضد الامه دعوه، والله العظيم كذلك. اقرا في سوره الفرقان، قال النبي ماذا؟ وقال الرسول: يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. صليت مع رسول الله، لابد ان يكون لك حال مع القران. الحمد لله، الحمد لله انك لسه عايش، الحمد لله، بس ما تمرش فيها. صليت مع رسول الله، الحمد لله انك لسه عايش. ابدا من النهارده، ابدا من الساعه، لاني والله اعلم من الناس ونحن في رمضان الان، والله ما قرأ سطرا واحدا من القرآن. انت مش مشكلة. العبرة ليست بالبداية يا باشا، العبرة بالنهاية. أسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الخير الأجمعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اسمع اقرأ القرآن فإن لم يأتي شفيعا للأنبياء يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل القرآن، يؤتى بالقرآن وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمهم. سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما ضمامتان. شد بالله عليك، الناس في عصرات يوم القيامة وأنت واقف وطالع وشايف الناس قدامك بتتفحل، بتتفحل الناس. الشمس دلت من الرؤوس فأكلت الأخضر واليابس إلا ما رحم ربي. وإذا ببعض من الناس إذا بضمامة تأتي على رؤوسهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اسمع، ما هذه الضمامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بسورة البقرة تتحول وسورة آل عمران تتحول إلى مظلة بين يدي الله. إذا كان هذا ظل الملك قبل أن تدخل الجنة، فكيف لو دخلت الجنة؟ لازم يكون لك حال مع القرآن يا حبيب، الله يرضى عنك. كل عام أذكرك بتلك المعاني. عارف أنت تعتد بالشحط معه، بالصعيد الشحط معه، لأنك بعيد عن الله، والبعيد عن الله لازم يعيش تعبان. والله لن تستقيم لك زوجك، ومش هتستقيم لك ابدا ابدا حماتك. صليت على رسول الله، حماتي موجوده، صليت على رسول الله. نعم رب الكعبه، لن تستقيم لك حياه، لن يستقيم لك ولدا، لن يستقيم لك الشارع، لانك انت لم تستقم مع الله. لاجل ذلك قال الله لحبيبه المصطفى، قال له: يا ايها النبي اتق الله. يعني اتق الله، وحاشا للنبي لن يكون لا يقول له اثبت على ما انت عليه حتى تلقاني. هل صليت على رسول الله؟ نعم حبيبي واخي الله، حالك مع القران. اسمع ايها الحديث الان بعد الصلاه على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود فيما رواه الترمذي وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرف من القران بعشره. صح ولا غلط؟ اذا ابن مسعود قال قال رسول صلى الله عليه وسلم: من قطع حرفا من القران فله بكل حرف ايه؟ 10 مش 5. صليت مع رسول 10. اسمع، واذا بالنبي يفصل لك كلمه، النبي هيفصل لك فيقول مثلا: لا اقول الف لام ميم ها حرف، وانما الف حرف ها ولام وميم حرف. الف لام ميم 30 حسنه. صليت مع رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلي ويرفع من تجارة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب اجمعني مع رسول الله. الماهي في القرآن ها مع مين؟ مع السفرة. مش عايز تكون معاهم، مش نفسك تكون سلعة
السفرة الكرام ليه؟ عبارة أو من يتعطى في القرآن ليقرأش. هل وجدت أديباً من المدلاء أو حكيماً من الحكماء ألف كتاباً؟ خير كده أحباب إخواني في الله، لو أن رجلاً ألف كتاباً ورأى رجلاً يقرأ في كتابه ويتعسر فيه ويقع الخطأ ويقرأ ويأخذ عليه ويتعنيش ويتقرأش يكتبه ويتموش. صليت مع رسول الله في القرآن؟ نعم. أما كتاب الملك، الملك قد أذن لنا أن نقرأ فيه وأن نتبعته لأنه شرط علينا. صليت على رسول الله، يعني إيه رسول الله؟ قال: والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شرط عليه يهديه إلى بلا عليكم. سبحان الله، فله أجران، أجرين، أجر القراءة وأجر يتتعتع ويقرأ عليه. صليت مع رسول الله، ثم الآن ابدأ الخطبة أن يكون لك حال، اجعل لك مصحف صغير، إذا ما بعدت عنه تضمه إلى صدرك تقول له أسفا عليما، أنا بعدت عنك منين؟ وأذكر بتلك المعاني والله العظيم بدون مبالغة، والله العظيم بدون أي مبالغة، والله إن تلك الكلمات تطعم قلبي فعلا، لما أركز فيها أحلام خالق الله. لما على فراش الموت خالد بن الوليد يضم المصحف على صدره ثم يصفر بكلمات تقطع القلب، خالد بن الوليد الذي ما ترك معركة إلا وقد انتصر فيها في الجاهلية وفي الإسلام، خالد لما مات لا يوجد في جسمه مقدار أنملة إلا وفيها ضرب بسيف أو طعن برمح أو ضرب بسهم، جسم ده كله متكرم كده. صليت على رسول الله، يا رب اسمعنا مع النبي محمد، اسمعنا صلى على رسول الله وهو على فراش النوم يقول تلك الكلمه المشهوره: ما نامت اعين اليه جبناء ولا جبانه ولا من قياس كلمه الشهيد، يتهم نفسه وهو البطل المغوار، قال تلك الكلمات عن القران في ال عباده صلى على رسول الله. قال خالد وهو يمسك المصحف ويضمه على صدره ويبكي يقول له: شغلنا عنك الجهاد في سبيل الله. والله العظيم مرض طافح. خالد يقول له: انا امسك، انا امسك، انا بعدت عنك. ومين اللي بعد خالد؟ عسى المسجد رئيس فرح مثلا؟ ولا شغلوا عن البرستيج بتاعه عالي جدا، برستيجك مع الله اعلى. لازم تعيش في الدور ده، تعيش في دور المدمون، ان يكون لك حال مع الله. حبيبي واخي في نعش السعادة ما كانت في امرأة ولا كانت في سيارة ولا كانت في عقار، السعادة بكل مشاربها وأنواعها لن نجدها إلا مع الله ومن الله. قال ربي: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي الموت حياة طيبة. فصليت مع رسول الله، وقال عن أختها في أواخر سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يسأل ليه؟ اسمع، يسأل كمان. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. حالك من القرآن، لما القرآن؟ لأننا نعيش في شهر القرآن. ألم يقل الملك: إنا أنزلناه في ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وقال في سورة الدخان، قال الملك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، اللي هو إيه يا إخوان إخواني؟ هو القرآن. قال الملك: شهر رمضان. إيه رب شهر رمضان؟ شهر إيه؟ قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه. ابدأ أخويا الله يرضى عنك تحريمه في الله، وبلاش أقول للعظم كبرت ولا العظم صغرت، وكفينا شر العظم، ونسأل ربنا الرحيم. صليت مع رسول الله، أسأل الله